هدف وهدفين في الشوط المباراة الأول، وبعد ذلك تسمح مشاركة نيمار وظروف ممكن مريحة أكثر بالنسبة للهلال. كابتن فريق النصر العالمي يقود الفريق الأصفر الصفراء والزرقاء في ديربي لا يحتمل الانتظار. سنمر لاستعراض تشكيلتي الفريقين. المدربين البرتغاليين جيزوس للهلال ولويس كاسترو لفريق النصر. إذن لحظات تاريخية، رونالدو والسلامة توصلي، رضوان جيد أمامنا. 44 عام نال الشارة الدولية منذ عام 2009. كل الخوف من الهلاليين من الأسطورة رونالدو في كل لمس الكرة. رونالدو في خط الهجوم، أكبر هداف في تاريخ الكرة العالمية على مستوى المنتخبات، على مستوى الأندية، عملاق خسر الكرة، سلطان بكل ما في الكلمة من معنى كريستيانو رونالدو. كرة ترجع لكريستيانو رونالدو. الآن هجمة سنوية، رونالدو على اليسار بجنب ساديو ماني، يلعب مع السنغالي اللي وزع رائعة. نوزوفيتش، النصر أفضل من بداية المباراة، بدايته كانت صعبة لكن الآن أفضل. مخالفة ضد كوليبالي لصالح كريستيانو رونالدو. نستمع لرونالدو، رونالدو هذا ما يردده الجمهور العالمي. جدار دفاعي بثلاثة لاعبين لفريق الهلال. رونالدو الجدار يصد ويرد. سيكو فوفانا يوزع، رونالدو بالراس، رونالدو بالراس والحارس علي البلي. قلت منذ البداية حرب كبيرة في وسط الميدان، وهذا رونالدو يعود عليه سعود عبد الحميد. لا مجال للنوم، لا مجال للسهو في هذه النوعية من المباريات. زافيتش كرة خطيرة، رونالدو بالراس لكن خارج الإطار. كان في موقف متسلل رونالدو في ظهر ياسر الشهراني. والإكستيس هجومية، رونالدو كريستيانو التسويق بوتاريسكا. اسمه محمد العويس، رونالدو الجماعي، رونالدو ليس أناني. الكرة سيكو فوفانا لرونالدو، رونالدو يرجع للوراء، تعدي للغنام، عالية من الغنام رونالدو، فوفانا والراية. الراية على سيكو فوفانا. رونالدو، فوفانا، رونالدو يعدي والمخالفة. خالدو كوليبالي بالورقة. انذار السنغالي خالدو كوليبالي نجم الدفاع لفريق نابولي سابقا وتشيلسي. سيكو فوفانا، غريبة، رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويص على الخط النهائي، ولو ان هنالك راية.
رونالدو مرة أخرى من أكثر عبد العزيز الباك. رونالدو يقود القافلة الصفراء ويشحن العزيز. رائع الكرة، ماركو يوزع كرة جول، كرة جول، ميشيل ديلجادو، الهلال منورو يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو وحده وحده الزعيم الأزرق أجمل لونه ومع أقوى شنونه. هذا هو الهلال حارق وهاج وفتاك. كرة رونالدو، جول 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 رونالدو. كريستيانو يعود بالنصر، أهو النصر بالأسطورة يحاكم حكام الكرة. هو رونالدو يعادل النتيجة لفريق النصر. عالمي يا نصر، عالمي، النصر يعود لتاريخ النصر بهدف رونالدو. هداف الهدفين هو رونالدو، قناص كل القناصين رونالدو، والكرة في الشباك. واحد واحد بين العملاقين، نار 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 يا حبيبي نار. حارس الهلال العويس ما باله، لا يعلمه، كأنه لا يدركه أن الأسطورة رونالدو أقوى ما في الكرة، أقوى ما في الكرة. إعادة إفادة، شوف الروح القتالية لرونالدو العالمي. حرب النجوم، حرب النجوم لا تأتي كل يوم. كرة بالراس لرونالدو، رونالدو لكونان وزع معنويا الآن. مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية رونالدو، لا يهدأ له بال. هذه هي قيمة وهمة الرجال، ليس أسطورة من فراغ. ديوماني تسلل موجود، في كرة رونالدو كونان. جول غريبة، كونان يضيع سيكو الراس. رونالدو، رونالدو فعلا الترنادو. رونالدو، رونالدو، رونالدو هو الأسطورة، هو ملك الكرة. جول، إعادة، كرة لما ترجع ثم رونالدو بالرأس. أكبر قناص، خيال كل الخيال، دلال كل الدلال، إمبراطور الكرة رونالدو الأسطورة.
كتب العالم غير قادرة على كتاب التاريخ العجيب كريستيانو رونالدو ملك الأرقام إمبراطور الأقدام. يا سلام يا سلام يا سلام. يراقب مع سمير كزاز ويحتسب الهدف اللي عنده رونالدو ما عنده على شخاف. اللي عنده رونالدو يكسب الألقاب. اللي عنده رونالدو ملك الأرقام. فرحة رونالدو كأنه عمره 10 سنين كأنه لمسة في اليسار خطيرة وكرة جول. تمريرة في المساحة إلى تاريس كوتسينو. يا الله يا تاريس كان وأمامنا سالم وسبيرا سالم التورنيدو. نفسه بكرة عرضية أخرى المعيوف نفسه بقبضة اليد والتسديدة.